أقر دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً مغربية الصحراء، وأن مقترح الحكم الذاتي صادق وواقعي وجدي. ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه بتويتر اليوم الخميس أعلن فيه اعترافاً بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وأضاف ترامب أن المغرب جدي وصادق وواقعي بخصوص مقترح الحكم الذاتي، وأنه هو المقترح الوحيد والحل الأوحد والأمثل لسيادة الأمن والسلام، مشيرا إلى أن المغرب اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1777. ويأتي هذا الاعتراف الذي أقره الرئيس الأمريكي كصفعة قوية أخرى تتلقاها جبهة البوليزاريو وصانعتها الجزائر بعد الصفعات التي تلقياها خلال الأيام القليلة الماضية من طرف عدد من الدول الأفريقية والأوروبية والعربية التي أجمعت على مغربية الصحراء وواقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي.